اللون اليافعي من أهم الألوان اليمنية، ولازم يظهر بهكذا مهرجانات إن شاء الله نقدم شيء يعجب الجمهور ويعجبكم إن شاء الله. اللي يميز اللون اليافعي في إيقاع يعني معروف عندنا في يافع اسمه الرجالية، وفي أغاني كثيرة على هذا الإيقاع. من الأشخاص الجميلين اللي يمثلوا اللون اليافعي، وعنده صوت جميل وعنده الهنك اللي هو الهنك اللي خلينا نقول اليافعي التراثي، واعتقد مشاركته معانا يعتبر زي ما تقول كلر جديد، لون جديد يضاف للالوان اللي احنا غطيناها في المرات الماضيه. فاتوقع انه مشاركه عامر حتكون مشاركه كويسه جدا.